انا الفكره في ايه بقى؟ انا عايزه، انت اشتغلت مع كل النجوم، وزي ما احنا قلنا مسلسلات كلها مكسره. مين النجم اللي ما عرفتش تشتغل معاه؟ الكيمستري بتاعتكم بينكم وبين بعض مش راكبه. موجود. لا انا اشتغلت مع كله، لا مين في اكيد حتى واحد او الزعيم عادل امام قابلني وقال لي السيره الهاليه قنبله يا مجدي. وكان الاستاذ يوسف معطي قاعد وقال انا عايزك تعمل لي المسلسل اللي جاي، كان لسه ما اخرجش، ما ما فكرش رجعش في، عيوز. لكن بمرور الوقت طبعا رامي اخرجه، وانا احيي رامي امام لان بجد، وانا قلت كده للاستاذ عادل امام، رامي عامل شغل جميل رائع من اول. هو مخرج متميز رامي، هي نجع شخصية كمان، متوازنة ودي جدا. لا لا شهادة كمان، هي بجد غير عمل شهادة الجمهور عمل يعني. نجع طلع، وبعد كده كل السلسلة، وحتى لما عمل عايزة اتجوز عملها بشكل سلس سهل لانه موضوع كان سهل. برضه ما جاوبتنيش، انا مش ايه بتكلم على عادل امام امال مين الزعيم، بقى؟ انا بتكلم على كل النجوم اللي اشتغلت معاهم ولا وستات ورجاله، كله مفيش ولا حد ما مش حاسس ان كله. كيمستري مش راكبه معاه. لا حتى فيفي عبده طبعا تراهنت فيفي عليها. عبده عمل انت الحياه وسراب. اقوى كانوا ليه مسلسلات رافضين فيفي عبده؟ فيفي عبده كان المسلسل مش دي مترشح بتاعت الحما وال بتاع الحاجه سرية. الحاجه سرية ايوه كان حما الحما، عملته باقتدار، بس انا مين اللي دخلت كان تحدي رافضها؟ فيها. مين اللي كان رافض وحضرتك كان تحديت؟ الانتاج دايما بيبقى عايز، يعني هو يعني ساعتها سوبر ستارز في اسماء عشان التوزيع. التسويق. انا كان في نجمه مرشحه وبعدين مين مين مين؟ لا هو كانت النجمه ناديه الجندي بصراحه، يعني بحيها وبالناس وبحيها وهي واستاذه هي كمان جميله. لكن ناديه الجندي حصل خلاف بينها وبين المؤلفه سماح الحريري في بعض وجهات النظر، واعتذرت. فانا قلت انا هجيب فيفي عبده. ليه؟ شفتها، مش انا بقول الدور بينادي صاحبه، دور رائع. فاحد المؤلفين الكبار صديقي قال لي انت بتحفر قبرك، انا بقول بمنتهى الصراحه اول مره قلت بايديك الكلمه دي، خدتها وعملتها تحدي واصريت وعملت تحدي. وفيفي عبده حسيت انها تلميذه، حابه الشخصيه وبتقعد تتناقش معايا في كل حاجه، هتعملي كذا حاضر، هتعملي كذا، ومطيعه مطيعه جدا جدا وممثله وعندها شاطره. فيفي عبده شخصيه عندها اهم ما يميزها غير طيبتها الشديده، تلقائيتها، انها مدفع تلقائيه مدفع كده جميله، ولبستها كانها هي. والخناقه اللي بينها وبين سمية الخشاب، رمزيه جلابيه ومش عارف ايه وبتاع، ويعني لا، وقدر حياء وسراب يعمل رمضان لوحده. صح طبعا.